السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. نبدأ مشاهدينا الكرام من الملف الأول، وهو أزمة الكهرباء التي أثار انقطاع الكهرباء المستمر في العراق غضب الشارع العراقي بسبب فشل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني التي تطلق الوعود الوهمية بمعالجة ملف الكهرباء لكن من دون أي جدوى. وأشار مواطنون إلى أن السبب الرئيسي لمشكلة الكهرباء في العراق يكمن في حيتان الفساد، إذ صرف أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء، إلا أن المواطن العراقي لم يلحظ أي تحسن في واقع الكهرباء. في محافظة ذي قار وهي الأولى بارتفاع درجات الحرارة على مستوى العراق، لم يقتصر انقطاع التيار الكهربائي على المناطق السكنية في المحافظة فحسب، بل تعداه إلى أن يصل إلى المستشفيات التي يفترض أن تستثنى من عمليات القطع. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة في المستشفى التركي بمحافظة ذي قار بعد أن انقطع التيار الكهربائي عنها، وهذا الأمر أدى إلى تفاقم معاناة المرضى خاصة الحالات المرضية الخطيرة التي تعتمد على أجهزة الإنعاش في استمرارها على قيد الحياة. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام من محافظة ذي قار. اليوم تاريخ 18/6 مستشفى التركي طوارئ، حاليا الساعة 3:30، كهرباء طافية من 2:45، نشتغل على جميع الأقسام جميع الطوارئ كل الراتات كل الكهرباء طافية. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. يعاني العراقيون كثيرا خلال فصل الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، حيث تعجز شبكة الكهرباء الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتشغيل المكيفات والمراوح من أجل تبريد المنازل والمباني، ويضطر العديد من العراقيين إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الأهلية التي تكلفهم الكثير من المال من أجل شراء الوقود اللازم لتشغيلها. وكان رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني قد أكد في تموز 2023 أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميجاوات، وهو الإنتاج الأعلى في تاريخ العراق، معتبرا ذلك إنجازا لم تحققه الحكومات السابقة. طبعا تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لانقطاع التيار الكهربائي عن مطار النجف الدولي بعد أن تسبب انقطاع الكهرباء بمعاناة كبيرة لسكان المدينة، في مؤشر آخر على عجز حكومة الإطار التنسيقي في توفير الطاقة الكهربائية للعراقيين وللمرافق المهمة والتي تمثل واجهة البلد كما هو حال مطار النجف. دعونا نشاهد. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين في موقع فيسبوك. هبة تقول: هاي لو بغير دولة كان حكوماتهم قدمت استقالة لأن مقصرين بالعمل. طيب، لدينا تعليق من أم عبد الله تقول: ظلت على المطار، أشو العراق كله يعاني من هاي المشكلة اللي عمرها أكثر من 21 سنة. عبودي يقول، أو عبود:
زين خط الطوارئ وين؟ ماكو جواب، لأن المطار بيد الحرامية. أسامة يقول يعني وين صايرة، بأي دولة، بأي تاريخ مطار واجهة دولة ما بكهرباء؟ الخاطر الله دولتيش بعد كم سنة من واحد يسولف يقول شنو إنجازات حكومات ما بعد 2003؟ شنو راح يسجل التاريخ؟ إبراهيم يقول كله من وراء الكريستال اللي يدخل عن طريق هذا المطار من إيران، والدولارات اللي تهرب إلى إيران. تعليق لدينا من كامل يقول عافية كهرباء انصرفت عليها مليارات، كان هسه بانين 10 دول بقد العراق بفلوس الكهرباء. تقول الأرقام الحكومية مشاهدينا الكرام بناء على تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق، أيضا رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وزارة الكهرباء نفسها تحدثت عن أرقام تتجاوز 100 مليار دولار أنفقت على وزارة الكهرباء من أجل تحسين أداء المنظومة الكهربائية في العراق بعد عام 2003. ميزانية عملاقة بإمكانها أن تؤسس محطات على مستوى عالي تغذي كامل العراق ويكفي لتصدير هذه الكهرباء الفائض من الحاجة إلى دول أخرى. 100 مليار دولار بحسب حديث برهم صالح، بحسب حديث مصطفى الكاظمي، بحسب أرقام وزارة الكهرباء تتجاوز في بعضها 80 مليار، وذكرت عن طريق مصادر أخرى أكثر من 100 مليار دولار، أرقام مهولة. ميزانية العراق في سنة من السنوات لم تتجاوز 100 مليار دولار. تخيلوا هذا المبلغ أنفق على وزارة الكهرباء فقط، وإلى الآن لا يملك المواطن العراقي الكهرباء التي يحتاجها داخل منزله، مثل ما يوصف باللهجة المحلية ترافيك لايت. الكهرباء في العراق عندنا رماش الوطنية. ننتقل، طيب قبل نروح إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام راح نتطرق له بعد شوية، وهو موضوع الميليشيات والسطوة التي تمتلكها هذه الميليشيات والتجاوز على القانون بشكل مستمر. خلونا نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل للحديث عن مشكلة الكهرباء، هاي الأزمة اللي مدى تنتهي، ومدى يعرف المواطن العراقي ليش مدى تنتهي أزمة الكهرباء. سيد عبد الرزاق تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أستاذ محمد المشكلة الأزلية، مشكلة الكهرباء هذه للأسف الشديد بس بالعراق. العراق البلد اللي أنفق المليارات على الكهرباء، وهذه المبالغ الضخمة اللي انفقت على الكهرباء هذه تبني دول يا أستاذ محمد. لكنه للأسف الشديد وجود الفاسدين والمفسدين هو اللي يعطل هذه المشاريع، ولا يعني اكو دول يعني ميزانيتها اقل من هذا واصبحت يعني توزع كهرباء وتصدر كهرباء. احنا يعني 100 مليار او اكثر يا استاذ محمد. والكهرباء مالتنا يعني ترافيك لايت يعني يا اخي يعني يقولوا كلم العاقل بما لا يليق، فين عاقل فلا عقل له. يا اخي هاي المليارات اللي راحت شنو؟ انا بفصل الشتاء او لما تكون الاوقات مناسبه والجو معتدل يطلع لي ممثل وزاره الكهرباء ويقول راح احنا نصدر. يجيك الصيف ينقلب على رأي، يعني ناس متناقضين، ناس ما طبعا تعتزم يعني اللجان البرلمانيه داخل الحكومه او داخل البرلمان تعتزم استجواب وزير الكهرباء الحالي ومحاوله يعني شلون تحويله الى كبش فداء يبدو بناء على التهديدات التي أطلقت إلى الآن من قبل بعض اللجان البرلمانية، وبعض البرلمانيين يريدون يحققون ويا هذا الوزير. المشكلة في هذا الوزير، في شخص الوزير الحالي، وزير الكهرباء الحالي، لو المشكلة بمن أدار العراق بعد 2003 بشكل عام. يعني مثلا على سبيل المثال نور المالكي ليش ما يجيبه البرلمان ويحاسبه، أو ليش ما تحاسب الحكومة وتحاكمه، استنادا إلى اعترافات حسين الشهرستاني السابقة اللي قال أنا أصريت على نور المالكي أنه ما يجيب محطات الكهرباء اللي تعمل بالغاز، وهو أصر، وهو اللي تسبب بشراء منظومات فاشلة. هذا الكلام لما يطلع من شخص مسؤول، غير المفروض يكون هذا شاهد في قضية، غير المفروض أكو رئيس وزراء يجي يتحاسب، وزير كهرباء يجي يتحاسب كمحاكمة، مو يجيبوه
وكأنه هو يعني ما حد يقدر يلمسه ويسألوه ويستجوبوه بطريقة خجولة. حق الناس وين؟ فلوس العراقيين وين؟ منو المفروض يحاسب ذولا إذا؟ أستاذ محمد، مثل ما تفضلت، أي وزير بالحكومات اللي جت بعد 2003 كل ضحية، لأنه المنظومة السياسية هي اللي تتحكم. يعني إحنا نعرف بزمن نور المالكي وبعده يا أخي أكو مليارات اللي انصرفت، وهذا وزير الكهرباء تتحكم بمكاتب اقتصادية. هاي المكاتب الاقتصادية بين الأحزاب هي اللي دمرت مو بس الكهرباء محمد، دمرت كل المشاريع، لأن وجود هذه المكاتب الاقتصادية هي أس الفساد. فيبتى ما نقدر نقضي على الأحزاب، يبتى ما نقدر نقضي على المكاتب الاقتصادية، ذيك الساعة العراق تستقر وذيك الساعة. طيب عندي سؤال سيد عبد الرزاق. أنا قبل تقريبا كم يوم شفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى طالع في قناة فضائية وده يحاول يوصل فكرة أنه المشكلة مو بالإنتاج، المشكلة بخطوط التوزيع، بخطوط الربط، وإحنا عندنا خطوط ضعيفة وشبكات نقل طاقة كهربائية متهالكة، وعندنا صعوبة في إيصال الكهرباء إلى بيوت الناس وإلى المؤسسات الحكومية وإلى المباني بشكل عام، لأنه عندنا منظومة ربط وشبكة ربط سيئة. السؤال هذا رغم نفس الكلام هو تكرر على لسان كل متحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد الشيعة السوداني اللي إجا ويصفه البعض أو تصفه آلته الإعلامية بأنه رجل المرحلة وحكومة الخدمات، يبدأ بتوسعة شوارع وبناء مجسرات لو بالوقوف على أبرز المشاكل اللي يعاني منها العراق وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء، تطوير شبكة النقل، محاولة معالجة هذه المشاكل الموجودة في خطوط النقل، وتصميم أو بناء تأسيس شبكة لنقل الطاقة الكهربائية بالنظم الحديثة ورصينة حتى توصل هذه الطاقة، وما تكون أكو بعد حجة وعذر لوزارة الكهرباء كل سنة فيما يتعلق بطريقة إيصال الكهرباء إلى الناس. شنو الأولوية؟ أستاذ محمد، كل الوزارات او الحكومات اللي اجت بعد 2003 يعني من رئيس وزراء او وزراء هم ضحيه صراحه لدول اقليميه ودول اخرى تتحكم بمصير العراق. خلينا نكون واضحين، يعني لا رئيس الوزراء صراحه يعني صراحه بس اخالفك يمكن بالراي، كلمه ضحيه يمكن تنصف أو توقف بصف هؤلاء اللي دي يحكمون العراق من 2003. ذولا ضحايا لو ذولا متواطئين ومتورطين وعملاء، يعني شنو وصفهم الحقيقي؟ ضحية يعني شخص مغلوب على أمره، يعني شخص يعني يمكن يكون عنده رغبة خير أنه يسوي خير لكن هو ما يقدر لأنه أكو قوة أقوى منه، لكن هم ذولا اللي يسووا بإرادتهم. لا أنا أقصد ضحية يعني مو أقصد يعني وجود، أقصد كعمل. أكو فرق بين وجود العمل أستاذ محمد. أنا أقصد كعمل دولة تتحكم بهم، يعني لا إيران تريد العراقي ينهض، لأن تعرف أنت وجود الكهرباء واستقرار البلد عن طريق الكهرباء. الكهرباء راح تشغل مصانع، راح تشغل معامل، راح الوزارات تنهض. فأخي أستاذ محمد، أكو دول إقليمية وأخرى، يعني دول أهم محيطة بالعراق ما تريد العراق يستقر ولا تريد العراق يعني ينهض، تريد العراق بلد متشتت، شعبه يبقى دايخ 24 ساعة. فهذا كل العوامل اللي تحيط بالعراق من دول إقليمية، من وزراء، من ما هم، يعني أنا أقول لك أكو يعني ناس هذا تخدم العراق بس ما تقدر تخدم، لأنه التأثير الخارجي أكبر من وجودهم أو أكبر من عملهم. فهذا من لو نجيب محمد الشيعة السودان، لو نجيب أكبر واحد غيره ما يقدر يشتغل. أستاذ محمد، ما زال أكو دول ما تريد لهذا العراق الخير فما يقدر يشتغل. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. ليست فقط الدول هي التي تتحكم بالوضع في العراق، من يسهل لهذه الدول أن تتحرك داخل العراق بكل حرية
أن تتحكم بمفاصل الدولة العراقية، أن تتحكم بالملفات المهمة في العراق، الملف السياسي، الملف الأمني والاقتصادي. هو بفضل هؤلاء. لو كانت هناك حكومة وطنية شريفة تقف أمام أو بوجه هذه الدول التي تسعى إلى الانتشار والتوسع داخل العراق ومحاولة استغلال ثروات هذا البلد، لما استطاعت هذه الدول أن تتعمق أكثر وتؤسس أو تضع جذورها أو تغرس جذورها داخل الأرض العراقية. دول محيطة بنا ترى العراق فريسة سهلة، بالإمكان جدا أن أستفيد من هذا البلد بفضل الولاءات المتعددة، بفضل الفساد الموجود، النفوس الضعيفة، بفضل الذمم التي تشترى وتباع. لو كان اللي دي يحكمون العراق اليوم محمد السوداني وغيره، لو كان عندهم ضمير وطني وعندهم حس وطني ومخافة على هذا البلد وشعبه، لأول القوانين اللي تكون وأول القرارات التي تكون هي سحب السلاح من هذه الميليشيات ومحاربتها، وفرض الأمن وقوة القانون على الشارع على الجميع بلا استثناء، محاسبة الفاسدين ومحاكمة الفاسدين الذين حكموا هذا البلد وتناوبوا على المناصب المهمة في الدولة. مو توسع لي شارع وتبني لي جسر وتريد توهم العالم أن أنت رجل إنجازات. الإنجازات الحقيقية هي بتنظيف هذا البلد من الداخل، بمحاولة الوقوف بوجه الدول التي تسعى إلى السيطرة أكثر على هذا البلد. طيب، ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، يتعلق بنفوذ الميليشيات. طبعا يعاني العراقيون من تحكم الميليشيات بمختلف مناحي الحياة بعد أن تحول أفرادها إلى قوة فوق القانون في ظل سياسة الإفلات من العقاب، وفي ظل إشاعة الخوف وتكريس هذا الخوف والرعب والإرهاب في نفوس العراقيين لما تمتلكه هذه الميليشيات من سطوة ونفوذ. طبعا المواطنون البسطاء ممن يسعون جاهدين لتأمين قوت يومهم باتوا ضحية يومية لممارسات هذه الميليشيات وانتهاكاتها في بلد تتحكم هذه الميليشيات فيه وحولته إلى غابة. وليس مستغربا في عراق الميليشيات كما يوصف أن تتقصد عجلة حديثة قيل إنها تابعة لميليشيا متنفذة تتعمد الوقوف فوق بسطة لبيع الكتب يسترزق منها أحد المواطنين في العاصمة بغداد، في مشهد يعكس استهتار من يستقل هذه السيارة وعدم مراعاته للقيم وللأخلاق وللاعتبارات الاجتماعية، في مشهد أثار غضب العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد هذه اللقطات التي يعني ربما تؤكد أن الجهل هو الذي ساد وأن العلم ليس له أي قيمة في العراق. لنشاهد. ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، انظروا إلى حال هذا الرجل المسكين الذي يعني تملأه الحسرة والغضب والحزن على ما الذي حصل. أود أن صراحة أعيد المشهد مرة ثانية، يعني شاهدوا هذه اللقطة بكل وقاحة وبلا أي احترام لهذه الكتب ولما تتضمنه ولهذا الرجل الكبير في السن ولمكان رزقه. شوف، من سيحاسب هؤلاء؟ لماذا لا يحاسب هؤلاء؟ لو كان هناك قانون رادع لتجرأ من في السيارة على فعلته هذه؟ ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس المقطع آخر ضمن نفس الموضوع في العاصمة بغداد كذلك. أقدم مستثمر مقرب من ميليشيا سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر على تحطيم بسطة للخضار يسترزق منها مواطن عراقي بسبب قرب هذه البسطة من مستشفى أهلي يديره المقرب من مقتدى الصدر مستشفى أم البنين. أعرب المواطن المتضرر عن غضبه في مقطع ستشاهدونه بعد لحظات بعد أن اعتدى عليه عناصر الميليشيا لإجباره على ترك المكان بالقوة. لنشاهد. أبوي أبوي ضربوني وهي ضربتي وانت عم بالسرايه يقول شو تريد تسوي
قطع علي كهرباء يومين. قطع علي كهرباء يومين ورحت احاسبهم يقولوا لي لا روح احنا ما قاطعين يلا مشولي. ايه ودفعوني وضربوني. غير مسنودين غير احزاب تسددهم. اول تسد احزاب يحجب زوده ويا العالم. لان هو يحرك الدوله بيدي. بيدي الدوله صارت بيد الاحزاب. متنفذين دفاعهم علينا عمي. هو بالبلديه. والبلديه. نزلت بالشارع كان خابرونا بالاتحاديه. بنفس اليوم اطلع علينا البيت وضرب ضربوك وسجنوك طلعوا على القسطين. الاتحادي هذا المقدم والرائد. المقدم. انا قدامي. المقدم. ارهابي. انا بايك سايق يعني فوق ضربتي. بلش بيته عم اضرار بلش بيته. بيته باني بذاك باني بدم قلبي. بدم قلبي باني. تجون تشوفون البيت شلون متضعضع. اي لا بلا كواسية. من جراء الحفر مالتهم هذه العميق. مستشفى لي يا عم مليارات. دقوا باير نزلوا 15 متر جوا الارض. ايه. زين ودمروني. دمروني. يبلشوا علي يا ابني. واحنا اهل احنا اهل الابرار عوضوا جوارينا واحنا ما عوضونا واحنا اهل الضرر الكبير. زين. عوضوا الاضرار هذول واحنا ما عوضونا. ايه. ايه شفت ايه. انا شنو البيت يفلش جايب فوق 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 بيتنا فلشوا بسطيتني. وابوي سجنوه. وعم راح الله يعلم راح يسوي لنا دعاوي يحكمون اعدام. نستمر مع هذا الموضوع بالذات مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. المواطن المتضرر لم يكتفي بالمناشدات التي أطلقها في المقطع السابق وذهب إلى أبعد من ذلك حيث صور القوة التي اعتدت عليه خلال حمايتها للمستشفى واتهم علانية ميليشيا السرايا كما ذكرنا بما حصل له وبالتهديدات التي طالته مناشدا السلطات الحكومية للتدخل لإنقاذه من أي تبعات أو مخاطر قد تترتب على تهديدات ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر لهذا المواطن ولعائلته. لنشاهد. هاي المستشفى شوفوها الأهلية. شوفوها هاي التهوة تميني. شوفوها هاي الدعب السرايا. هذول كيلهم شوفوهم. هلا طلع. هذي الدعب السرايا شوفوهم. هذا تصور ديال الباب. هذول يدعون بالسرايا شوفوهم. هذا شوفه. هذا يدعون بالسراية يلا هذول بالسراية يدعون هذول هم الساندين أبو المستشفى شوفوهم. دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. خير يقول يعني قدرتكم على هالفقير شلون تعيش الناس. نزار يقول هذه حقيقة مقتدى وأتباعه دمروا العراق وشعبه ونهبوا ثرواته. هناك تعليق من أبو صلاح يقول عصابات المافيا المقتدائية لديها غطاء حكومي. تعليق لدينا من أبو عقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مخافة الله ماكو. ضمن التعليقات كذلك من عمر يقول العراق أصبح غابة تجول فيها الوحوش لافتراس الضعفاء يعني قانون الغاب هو السائد. وأبو أديان يقول مافيات خطية العراقيين أصبحوا تحت أيادي قلوبهم قاسية وأيديهم ضاربة. هكذا بعض التعليقات التي جئناكم بها مشاهدينا الكرام. دعونا ننتقل. طيب سنكمل بعد قليل المقاطع المتبقية لدينا لكن نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم سيد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. أنت وقناة أنت والقناة والكادر كله. الله يحفظك. على عرفة. الله يسلمك يا رب يبارك بيك. حبيبي. نعم. البرنامج مالكم شنو اعتداء الميليشيات على البطيات وغير البطيات؟ والله احنا عرضنا هسه قبل شويه مقطعين واحد لسياره يقول الشهود العيان يقولون بانه هاي تابعه لمتنفذين وميليشيات اجى بكل وقاحه طبق سيارته على بسطه مال رجال كبير بالعمر يبيع كتب وقف السياره على الكتب وشغل وراح. المقطع الثاني اللي انعرض قبل لحظات ميليشيا السرايا قامت وخربت وأزالت بالقوة بسطة لإنسان فقير عراقي مسكين يسترزق من بسطة لبيع الخضروات قدام أو بالقرب من مستشفى أم البنين. جوي وضربوه للرجل الكبير
ودمروا البسطة مالته وهددوه وغيرها. يعني احنا نريد نسأل القانون وين عن ذولا، وخاصة عن السرايا ومقتدى الصدر اللي يدعي الوطنية ويدعي حب البلد ومخافته على مصالح الناس وأرزاق العالم. شلون تريد الناس تحبك وشلون تريد الناس تظل وياك وتساندك إذا أنت دا تعتدي على أصحاب الرزق المحدود، الفقراء البسطاء؟ أستاذ العزيز، هذا أنت تقوله بالسيارة داس على الكتب. هذا أن الكتب بها أنا بالنسبة لي مخلص سادس ابتدائي. هاي الكتب بها معلومات حلوة وبها فريد شي ثقافة حلو. هذا ما يريد الثقافة، هذا يريد الناس همج مثله، لأن هو لو ما همج ما يدوس على الكتب. نعم. ما يدوس على الكتب. وثاني شيء هذين الكتب أنت أتوقع منهم كتاب مثلا خلينا نقول كتاب ديني أو كتاب للأئمة أو كتاب كذا، شخص خلينا نقول ولي من أولياء الله. ها؟ نعم. يعني أنت من دوس عليها إيش خليت أنت قيمة نفسك؟ خليت قيمة نفسك؟ وترد أنت تقول لي أستاذ العزيز تقول لي القانون. نعم. قبل كم يوم طلع برنامج على احدى القنوات يقول اكو قاضي عليه تسجيل شغلات فاحشه، محاميه عندها تسجيل على قاضي تسجيلات لا اخلاقي. نعم. زين يوم من القاضي عليه لا اخلاقي العامي شو يسوي؟ نعم. زين انت يا انت الحكي انا ما اجيب اسماء، ما تفهم اجيب اسماء. لو اجيب اسماء يعني ماكو اشكال؟ لا لا بدون، خلاص تفضل اذكر الموضوع اللي عندك. زين القاضي، القاضي انت من تقول القاضي عنده كذا وعندي ملفات فساد. زين انت من عندك ملفات فساد ليش ما تعرضهن؟ نعم. بس هو مو عنده، هو صحيح عنده مليون بالمية. بس هم شركة واختلفوا على شركة. هاي على طبعا شركة هاي 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 الآلية تستخدمها عاليا صيف النائبة البرلمانية بابتزاز بابتزاز الخصوم. عاليا صيف دا تستخدم الآلية اللي هي تعرض في مواقع التواصل الاجتماعي رؤوس الأقلام لملفات الفساد اللي عندها، وتضع الأحرف الأولى من اسم الشخص المعني حتى توصل الرسالة، يدفع المقسوم فينسد الملف. هذا مشخص وموجود عند الكثير. نعم صحيح. من السياسيين هذا ما شنو المجمع يهمي نفس الحالة. زين انتم عطلعون اهل المخدرات، زين انت ما تغوش الصورة على وجهه. زين ليش تغوش الصورة على وجهه؟ ليش ما تطلعه علني وتخليه ينكشف؟ نعم. ليش؟ انت راح تاخذ المقسوم هم في شيء غير؟ لان المخدرات فيها فلوس كثيرة استاذ العزيز. اذا وهو ليس بجديد، القضاء العراقي فاسد مسيس باعتراف الامم المتحدة، هذا ليس كلامي، هذا تقرير من الأمم المتحدة قالت بأن القضاء في العراق قضاء فاسد ومسيس بخلاف التقارير الدولية الأخرى التي صدرت من منظمات كثيرة. لكن عندما نتحدث عن الأمم المتحدة فإحنا نتكلم عن أعلى جهة دولية تعنى بالقانون. صنفت العراق وقضاء بأنه قضاء فاسد ومسيس. إذا وصل التصنيف والتقييم إلى هذا المستوى خلص الكلام اللي ما دون ذلك يعني مجرد سيدعم الحقيقة لكن لن يغير من الواقع في شيء، يعني لن يضيف شيء آخر. العزيز أنا اليوم أنا راجعت دائرة التعويضات لصلاح الدين. صلاح الدين صار من 2018 المعاملة بيدي. نعم. يعني بهاي الفترة من فترة شهر الرابع لحد الآن تغيروا ثلاث قضاءات. نعم. يعني على قد ما تنزل يعني مثلا صدفة خميس وجمعة، خميس وجمعة وسبت عطلة. رجعنا لا لازم تسوي فلان طلب. زين قلت لهم يا بابا اختلف شنو القاضي نفسه؟ القاضي نفسه. نعم. هسه من جاء قاضي جديد طلع عنه، قلت لهم يعني كل قاضي طلع قرار على مزاجه؟ يعني قلت لهم حقيقه صحيح هذول الابرياء من يقولون الحكم هو الابرياء، لان القاضي يجي مزاجه متعكر من البيت، من يم زوجته ماكو متعكر ويحكم لزيد من الناس، والله على مرامه الحكم اللي عجبه يحكمه هو بيه. هو لو كان يعني لو كان الموضوع على النفسيات الشخصيه كان ممكن بها باب وجواب، لكن هادي العامري جابها بكل صراحه ووضوح، قال المصالح تتم عن طريق التهديد، ما ناخذ الاحزاب ما تقدر تاخذ حقها او الاحزاب ما تاخذ اللي تريده الا عن طريق تهديد القضاء او القضاة. يقول ابن ام اللي ما يتهدد، وهاي الكليشه اللي يعني صرح بها بشكل مباشر. نرجع بس لقضية التجاوزات اللي دا تصير، وسائل التواصل الاجتماعي في العراق كلش مهمة، ودا المقاطع اللي دا تظهر والحقائق اللي دا تتكشف بين فترة وأخرى بالعراق دا تحرج هاي الحكومة
وتخليها تسعى إلى معالجة المشاكل اللي الناس تروج لها، خاصة إذا صارت قضايا رأي عام. ليش المقاطع اللي تتعلق بتجاوزات ميليشيات مقتدى الصدر ما تتحرك الحكومة لمعالجتها؟ ليش التجاوزات اللي تصير ضد الناس البسطاء مدى تعالجها الحكومة؟ مدى تتدخل؟ القانون مدى يتدخل؟ يعني هم ذولا على راسهم ريشة يعني فوق القانون، من هم ذولا حتى ما يتطبق عليهم القانون؟ نعم هذول فوق القانون أستاذ العزيز، وهسه هم هذول كلهم ماكو من يصيحون أمريكا لازم تطلع وأمريكا لازم تطلع. نعم. أنت بيش تطلع أمريكا؟ هي لو ما أمريكا أنت تقدر تخم العراق، تقدر تطب العراق؟ ما يقدر تطب العراق أستاذ العزيز. وهي تكما شيء يقول لك أنا كنت معارض صدام حسين. زين أنت كنت معارض صدام حسين سويت شنو؟ بس لا نتوسع بالفكرة، أنا أقصد إنه هم أنت حضرتك تريد توصل فكرة إنه هم فوق القانون، وبالتالي يعني من المحرمات إنه واحد يتقرب لهم أو يلمسهم. صحيح. يعني تلقي كل قاضي تابع الفئة، كل قاضي تابع الحزب، كل قاضي تابع الميليشيا. نعم. شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. طبعا تسجل حوادث الدهس ارتفاعا كبيرا في عموم العراق، خاصة في العاصمة بغداد، ويعود معظم هذه الحوادث إلى التدمير الذي طال جسور المشاة. وبدلا من إيلاء جسور المشاة الاهتمام للتخفيف من حوادث السير، تحولت هذه الجسور إلى سبب يهدد حياة المواطنين جراء تقادم البناء وإمكانية انهيارها في أي لحظة، كما هو الحال مع أحد جسور المشاة في منطقة زيونة في العاصمة بغداد الذي بات يعرف محليا بالجسر المزرف، نسبة للثقوب أو للثقوب المنتشرة في هيكل الجسر في مشهد يعكس اللامبالاة الحكومية لأرواح المواطنين. دعونا نشاهد الجسر المزرف. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. الكثير من المواطنين العراقيين لديهم قصص مؤلمة مع جسور المشاة التي بقي كثير منها لفترة طويلة غير صالح للاستخدام، ما أدى إلى وقوع كوارث لا تحصى. آخر هذه الكوارث التي كادت أن تودي بحياة مواطنين عراقيين هي حادثة سقوط جسر المشاة المعلق مقابل محكمة استئناف البصرة في شارع بغداد، والذي جرى افتتاحه قبل سنوات. طبعا تضاربت الأنباء بشأن أسباب سقوط جسر المشاة هذا، ما بين سوء التنفيذ وما بين حادث مروري، إلا أن الثابتة أن هذا الجسر سقط وانهار على نفسه من دون أي مقاومة. دعونا نشاهد. هذا جسر المحكمة استوى طاح. شو سبب طاح ما تمر؟ طيب نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. عماد يقول: هاي جسور المشاة اللي بالبصرة كلها تنفذت بعهد محافظ البصرة الهارب ماجد النصراوي، وتم إكمالها بأسوأ المواصفات، وتم إلغاء السلالم الكهربائية ووضع سلالم حديدية، وحاليا من النادر أحد يستخدمها نظرا لخطورتها وسوء تنفيذها. وللأسف محافظ البصرة الحالي أهمل الموضوع وما أزالهن كلهن، ونفذ جسور مشاة وفق المواصفات الهندسية الصحيحة. ذو الفقار يقول: لما تكون الحكومة كارتونية وبس فخفخة إعلامية هكذا تكون النتيجة. ضمن التعليقات من محمد علي الموسوي يقول:
من بعد قرطبة وباقي الجسور اللي كملت في وقت قياسي، الحذر منها، يشير إلى المشاريع والجسور التي تبنى على عجالة. كرار يقول: المواطن المطبل مكيف حسبال العراق يصير مثل باريس وما يدري الشغل كله تلزيق ويقنع بروحه. هناك تعليق لدينا من علي يقول: جميع المشاريع في العراق تلزيق، أبسط شيء الرصيف من السقوط الهسة يمكن ألف مرة بدلوه، لأن شلون يسرقون إذا العمل قوي وجيد؟ طيب. وسعد الربيعي يقول: حكومة المافيات والفساد والخراب نتيجتها الخراب. ننتقل إلى الموضوع الأخير في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام لدينا. انتقد مهندسون وخبراء في تشييد المدن العشوائية إحالات المشاريع لشركات وهمية بهدف تحقيق منجز سريع يحسب لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني دون الاكتراث لجودة ومتانة المشاريع المنجزة أو بمصيرها الذي ينتهي به الحال ليصنف في خانة المشاريع المتلكئة. وأجمع المختصون في بناء وتصميم المدن وبنيتها التحتية على تحول نظام الإحالة إلى حلقة من حلقات الفساد المسببة لهدر المال العام وزيادة أعداد المشاريع المتلكئة، كونه يعطي الأفضلية للشركات الوهمية على حساب الشركات الرصينة ذات الرصيد الكبير من الخبرة والمنجزات. طبعا لفت المختصون إلى أهمية تفعيل الآلية الصحيحة والمتبعة في دول العالم في إنجاز المشاريع عبر الإعلان عن مناقصات عامة تفسح المجال للتنافس وفقا لضوابط صارمة توجد بيئة تتنافس فيها الشركات المتقدمة بشكل شفاف ونزيه لتقديم الأفضل، وتحول نظام إحالة المشاريع أو تحول هذا النظام إلى نافذة فساد تبرر تخصيص أرقام هائلة لمشاريع صغيرة ومتوسطة، كما هو حال مشروع تشجير جزرة وسطية بين مطار البصرة ومنطقة الجزيزة في المحافظة بقيمة 40 مليار دينار عراقي في هذه المحافظة بمسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات مربعة. هذا الأمر وهذا المبلغ الضخم أثار استفهام أو علامات استغراب من الرأي العام. دعونا نشاهد. هذا المشروع مشروع تشجير الجزرة الوسطية من المطار إلى جسر الجزيزة، ما بي أي لوحة تعريفية ولا موجودة أي رقم مناقصة بموقع ديوان المحافظة اللي بتنعلم به المناقصات. ابقوا وياي وشوفوا الطريقة بهذا المشروع. هذا هو المشروع، مشروع تشجير الجزر الوسطية من تقاطع الجزيزة إلى جسر المطار. نفس السبويس، يعني ماكو رمال من البحر جايبينه ولا إلى آخره، هذا السبويس مالنا مال سريع نفسه. ومقرنص وثيل، وهاي الشجرة مال أبو جهل، هاي لا نفع ولا دفع. قيمة هذا المشروع 40 مليار دينار عراقي. العلم الثيل بدأ يموت، أغلب الثيل اللي موجود بهذا المشروع بدأ يصير أصفر ويموت بهاي الطريقة مثل ما جاء إن شاء الله. قيمة هذا المشروع 40 مليار دينار فقط تشجير جزرة وسطية مساحة 6 كيلو، يعني فقط تشجير. كارثة هاي 40 مليار دينار عراقي يا ناس، على زرعات حشيش ونخل ومقرنص. هذا الملف لا ينتهي عند هذا المقطع، ننتقل إلى مقطع آخر. يرجع مراقبون أسباب إهمال القطاع الخدمي في العراق وانهيار البنية التحتية على الرغم من الموازنات الانفجارية إلى عمليات الفساد وسيطرة الأحزاب المتنفذة على مفاصل الدولة العراقية، فضلا عن إجراء تعاقدات مع شركات وهمية إلى جانب سوء التخطيط والتنفيذ. في البصرة كذلك طالب ناشطون بالتحقيق في الأسعار الخيالية أو المبالغ الخيالية المرصودة لعملية تشجير جزرة وسطية أخرى بلغت قيمتها 11 مليار دينار عراقي لمسافة لا تتجاوز كيلومترا واحد، بعد إحالة المشروع لشركة مقربة من سياسيين متنفذين في محافظة البصرة وبشكل مباشر. دعونا نشاهد. رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون المحترم
أتمنى أنت شخصيا تحقق بهذا الملف وتشوف الكارثة الموجودة به. هذا المشروع الحديقة أو الجزرة الوسطية اللي تصير بين شارع بغداد وياسين خرابط، منطقة ياسين خرابط، هذا العرض مالتها والمسافة مالتها أقل الواحد كيلو، أقل الواحد كيلو. انحالت هذه المناقصة بالدعوة مباشرة، وأتمنى تحقق بالدعوات المباشرة وبسعار الدعوات المباشرة. انحالت بدعوة مباشرة بقيمة 11 مليار دينار عراقي، مساحة أقل واحد كيلو، تسجير جزرة وسطية، وهذا العرض مالته بقيمة 11 مليار دينار عراقي. كارثة هاي يا ناس. نفس المساحة في إقليم كردستان 8 كيلو تبليط إكساء سايدين 24 متر مع تسجير مع أعمال مجاري وبنية تحتية وكهرباء بقيمة 6 مليار دينار عراقي. وحديقة جزرة وسطية محافظة البصرة أقل الكيلو بقيمة 11 مليار دينار عراقي، وهن سبيس ومقرنص وثيل وشتلات، بس ما ندري الشتلات يا ترى راح تيجي من غير كوكب، ننتظر بالله من يزرعونها. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. فلاح يقول: كيلومتر واحد يساوي 1000 متر، 11 مليار يساوي 1000 أو يساوي 11000 مليون، يعني كل متر يكلف 11 مليون دينار. عقيل يقول: عادي هذا الشيء بالبصرة، المحافظ وين ما يمشي يرش فلوس، أو عفوا يقول عادي هذا الشيء بالبصرة، المحافظ وين ما يمشي يرش فلوس. تخيل مقتربات الجسر الإيطالي ما تكلف كم مليون، شوفوا النرجس بيش أخذتها ب 600 مليون ما أدري أكثر، شركة طبعا يقصد النرجس. غالي يقول: والله يا أخي 11 مليار تشجر البصرة كلها. تعليق لدينا من مصطفى يقول: يمكن يزرعون أشجار ما تحتاج للماء وتنتج لحوم بشكل أو بطريقة تهكمية. أحمد يقول: خلي يعطوني مليارين وسويها لهم غابة، بس هو الفساد مشترك به حتى المحافظ. وآخر تعليق في هذا الموضوع من عباس الشريفي يقول: هسه والله لو حديقة حلوة مثل اللي بتركيا خلي يصرفون 100 مليار عادي، بس غير يشتغلون شغل بحظ. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. تعاني شريحة الأرامل في العراق بسبب الإهمال الحكومي وغياب المعيل بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للأرامل ضمن حراك دولي يهدف إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الشريحة من المجتمع وأطفالهم، ورفع مستوى الوعي بأوضاع الأرامل، وهو ما تجاهلته حكومات ما بعد الاحتلال في العراق بعد عام 2003 وحتى هذا اليوم. وتستمر الحكومة في العراق في تجاهل ما تعيشه الأرامل من فقر وظروف متردية وانخراط نساء العراق الأرامل في أعمال لا تليق بهن من غير اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة هذه الظاهرة التي تفاقمت بعد الاحتلال. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذا الملف، دعونا نشاهد. نسوان العراق أمهات الشهداء، لو عندكم كرامة وغيرة ما هي نسوان مصطفى. فلان وفلان نصدق عليها مع كل الأسف. نسوان العراق ايش يصير بيه؟
الآن مشاهدينا نصل إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو أوقفوا إعدامات العراق. طبعا نظرا لحجم الإعدامات وأعدادها المتزايدة في العراق التي تنفذها الحكومة وتصادق عليها رئاسة الجمهورية التي طبعا تخالف دائما القوانين، والتي يعني لا تستند إلى محاكمات عادلة وإلى محاكمات نزيهة بعيدة عن الانتهاكات التي تحدث في السجون، التي تعتمد على الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يعاني منها المعتقلون في سبيل انتزاع اعترافاتهم. صهيب يقول: أوقفوا إعدامات العراق، أوقفوها حالا، دماء الأبرياء ليست لعبة بيد هذا وذاك، ضعوا أنفسكم مكانهم، طالبوا بحقوقهم كأنها حقوقكم. يكفي هذا العوائل المكلومة ما رأته في السنين الماضية من ألم وحسرة وشوق. يكفي معاملة الإنسان على أنه لا شيء بلا كرامة وحقوق. كونوا صوتهم. أحمد عيد يقول: أيا كان شكل الحكومة في العراق ومهما تغيرت أوجه القائمين على سدة الحكم فيه، تبقى الازدواجية الطائفية قائمة وتستمر آلات القمع في ذبح أبناء وطننا. تعليق لدينا من عثمان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب بينهم أبرياء لا يعلم حالهم إلا أنت، اللهم عليك بمن ظلمهم. وآخر تعليق لدينا من محمد يقول: 90% من اللي داخل السجون أبرياء، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.